ربنا يخليك. الله يخليك الله يخليك يا محمود. هرب بسبب الكورونا. ربنا يتم الشفاء على خير يا رب. ان شاء الله يا باشا ان شاء الله. طبعا انا سعيد بوجودي النهارده في مع جامعة بنها ومع وجود أستاذنا الدكتور محمد الأشهب وأستاذنا الدكتور أيمن سليمان اللي بيسعدنا دايما بوجوده، وبنتشرف دايما بوجودنا معاه في الأكتيفيتيز في اسكندرية الحقيقة اللي دايما بتبقى أكتيفيتيز مميزة الحقيقة. أنا هتكلم النهاردة على جزء برضو من الحاجات اللي بيحصل فيها الريفيجن والكمبليكيشنز أوف ذا توتال هيب، هي البيريبروستاتيك فراكشر. وإحنا عايزين نجاوب دايما على سؤال هو الأساسي، وين تو فاكس أند وين تو ريفايز، امتى العيان ده نقدر نثبته وامتى لازم نريفايز. انا هبتدي بثلاث حالات كلنا هنشوفهم دلوقتي، ولو سمحتوا كده وكل واحد ورق وقلم ويكتب A B C ويقول على A انا هثبتها ولا هريفايز، وعلى B هثبتها ولا ريفايز، وعلى C هثبتها ولا ريفايز، او ممكن ما اعملهمش حاجه conservative treatment، ويكتب كمان الكوز بتاعه، يعني انا ليه هعمل ريفايز بس او ليه هعمل فيكسيشن بس. وهحط السلايد دي تاني في اخر المحاضره، بحيث ان احنا المسج اللي هنطلع منها من المحاضره هنطبقها على الكلام ده ونقول الايديال سوليوشن للثلاث حالات دول. فاتمنى ان انتوا كده خلاص شفتوا الحالات وكل واحد كتب هو هيعمل ايه للحاله دي، سواء تو فيكس او تو ريفايز أو do nothing أو conservative treatment. طيب الأوبجكتيف بتاعتنا decision making، يعني إزاي تاخد قرارك. هو البريبروستاتيك كلها ما فيهاش مشكلة خالص، يعني سواء في الدايجنوز مش صعبة زي إن أنت إزاي بتأسس بقى الديفكت، زي ما شرح الدكتور أيمن سيمان تبقى في صعوبة إن أنت تأسس الديفكت بتاعت الأستابلم بتاعت الفيمر. إنما في البريبروستاتيك أنا شايف إن هو كل صعوبتها إنك تقرر decision making بتاعك، يبقى internal fixation ولا ريفيجن ولا الاثنين مع بعض، ريفيجن مع انترنال فيكسيشن. الريسك فاكتور الاساسي اللي بيحصل معاه الاوستيوليسيس اللي بيحصل مع الامبلانت لوزنينج، ان انت عندك امبلانت المفروض هو فيكسد في جزء من الفيمر، لو حصل فيه مشكله وبالتالي يبقى فيه مايكرو موشن او ماكرو موشن ما بين الستم وما بين الجزء بتاع الفيمر، وبالتالي عرضه لاي نوع من التروما تويستنج تروما يؤدي الى بريبروستاتيك فراكشر. السويدش ريجستري قالوا ان 70%، ولازم الرقم ده يبقى في دماغنا دايما، 70% من العيانين اللي عندهم بريبروستاتيك فراكشر هم عندهم لو سيستم. مايو كلينيك زودت بزياده قالوا ان احنا الاستادي بتاعتنا بتقول ان 94% من اللو سيستم برايور تو ذا فراكشر هم لوس. وبالتالي احنا كل الارقام دي اهميتها ايه؟ ان احنا لا نتعامل بسهوله خالص مع البريبروستاتيك فراكشر ان هو فراكشر، لا هو most probably هو loose stem أو loose implant لأي سبب. واللي بتفق مع الدكتور أيمن سليمان 100% في موضوع الأسيبتك لوزنينج والسيبتك لوزنينج هنا في مصر، وبالتالي لازم ناخد احتياطاتنا بالكامل إن هو it is not a fraction, it is a loose stem complicated by fraction. مش في كل الحالات، إنما إحنا بنتكلم على 70-90% من الحالات. mechanism of injury، لو أنت أثبتت إن العيان ده عنده well fixed stem أو well fixed hip، يبقى ده غالبا تروماتيك انجري، ودي هتبقى اصابه كبيره زي العيان بالظبط اللي بيجي له فراكشر فيمر، وبالتالي انت بتتعامل ريلاتيفلي مع نورمال بون. انما مع الحالات اللي فيها لوس ستيم، ده نتيجه الباي برودكت بتاع الباثولوجيكال انترفيس اللي بيحصل ما بين البروسيسز والبون، وزي ما اتفقنا في ماكرو موشن بتحصل، وبالتالي بقى في نوع من العرضه لاي روتيشنال انجري يعمل لك سبايرال فراكشر او فراكشر اراوند ذا ستيم. وعشان كده دايما الفراكشرز البريبروستاتيك بتبقى سبايرال فراكشر، لان بقى في ابنورمال موفمنت. يبقى الايدنتيفيكيشن بتاع الامبلانت لوزنينج ده كريتيكال علشان تو ادرس الباثولوجي. اليونيفرسال كلاسيفيكيشن بتاعت البريبروستاتيك قسمتها A B C D E F. الاي قال لك اللي هو بياخد الجريتر تروكانتر او الليسر تروكانتر، ودول عاده يبقوا محتاجين فيكسيشن. وفي كلمه اساسيه هنكررها كتير قوي في المحاضرات، هي الامبلانت فيكسيشن زون. هو الامبلانت ده لما الديزاين بتاعه الفيكسيشن بتاعه فين، لو انا بعيد عن الفيكسيشن زون بتاع الامبلانت ديزاين ده، يبقى انا موست بروبابلي انا بتعامل مع فراكشر وماليش علاقه بالاستابيليتي اوف ذا بروسيس.
انما لو الفراكشر ده انكلودد في الفراكشر زون اوف ذس سبيسيفيك امبلانت ديزاين يبقى انا غالبا بتعامل مع لو سيستم. طيب تايب بي اللي هو الفراكشر اللي حوالين الستم او جاست بلو ات، عشان برضو ساعات بنغلط ان يكون فراكشر عند التب بتاعت الستم بنسميه فراكشر سي، لا لحد اخر التب بتاعت الستم هو ما زال بي. السي حوالي من 3 ل 4 سنتي بعد انتهاء التب اوف او انتهاء السمنت بتاع البروسيس بتاعي. طيب قسموا البي ده لبي 1 اللي هو معاه ويل فيكسد ستيم، وبي 2 معاه لوس ستيم بس معاه جود بروكسيمال بون ستوك، يعني انا اقدر اعمل ريكرييشن تاني للبروكسيمال تيوب بتاعه البروكسيمال فيمر واركب الريفيجن سيستم بتاعي، او لوس ستيم بس كمان معاها بور كواليتي للبون ستوك اللي موجود فوق وبالتالي انا عايز نوع اكتر من الريفيجن. السي اللي هي مش مقربة خالص الفيكسيشن زوم بتاع الستيم وملهاش علاقة بالستيم، دي تحت الستيم بحوالي 3-4 سنتي وده اسمه تايب سي. تايب دي زي السي بالظبط بس ده عيان مركب ني تحت وستيم هيب فوق ومكسور ما بينهم، يبقى ده فراكشر وده فيمورال شافت between well fixed hip and well fixed knee. الاي لو انت عندك فراكشر في الفيمر وفي الاستابلم الاثنين مع بعض. الابيديميولوجي انا هركز على كمان تايب بي لان هو اللي ده يهمنا قوي، لان الايه قلنا ده في الليسر والجريتر تروكانتر وده عاده مور ليس يا اما فور كونزرفاتيف تريتمنت يا اما فور فيكسيشن، والسي انا عامله كانه فراكشر فيمر هثبته ببليت او وات ايفر التثبيت لان ده معاه ويل فيكسد وغالبا على نورمال بون. لنا ان تتخيل برضو ان التايب بي يمثل 86% من الحالات و10% بس للتايب سي و4%، عشان كده البيريبروسيتيك فراكشر كلها نتيجة باثولوجي حصل حوالين الستيم. 70% من التايب بي هم بي 2 في البرايمري هيب علشان ان هو معناها ان هو لوس ستيم، و44% في التايب بي هم بي 2 في الريفيجن. السؤال الأساسي واللي صعب جداً أحياناً إن إحنا نجاوب عليه، أحياناً بيبقى الموضوع سهل قوي وأحياناً الموضوع يبقى صعب. خلي بالك إن 20% إحنا قلنا 70% لوس ستيم، إنما في 20% منهم أنا وحضرتك لما نشوف الأشعة هنقول ده موصلي ده ويل فيكسد ستيم، وإحنا داخلين هنثبت هذا البروسيسز هذا الفراكشر ببليت أو سكرو ده مش هنعمل له ريفيجن. يبقى ما اقصدش ب 20% هنا نسبه اللو سيستم، لا هو 20% لنا وانت هنقدر نحكم عليهم بالاكس راي علشان في ليميتيشن للسنسيتيفيتي اوف ذا راديوجرافيك سنسيتيفيتي للدياجنوزس اوف لوزنينج على الستام فيري لو كومبيرنج الراديوجرافيك والانترا اوبراتيف. ده مهم جدا، يعني انت لازم جوه العمليه تتوقع ان انت ممكن تغير الديسيجن من مجرد فيكسيشن لريفيجن. طيب يبقى احنا اول حاجه اللي هو هاو تو كونفيرم اللي احنا نبقى فاهمين ان الراديوجرافيك ده مهم بالنسبه لنا. طيب مهم جدا حاجه اسمها، ودي كانت يمكن من اسبوعين حاله برضه عندنا، الان هابي هيب او الان هابي نين، يعني احكي مع العيان انت قبل الفراكشر في خلال اخر مده اخر سنه انت كنت مبسوط من البروسيسز ده ولا مش مبسوط، يعني كنت ماشي وناسي ان انت عامل هيب. احنا بنسميه دايما الني مثلا بعد سنه التوتال ني او التوتال هيب الفرجات الني، ان انا العيان ده وصل لمرحله الفرجات الني ان هو ناسي ان عمل بروسيسز. انما اللي مش ناسي ان عمل بروسيسز يعني عنده سيمتوم ده تقلق منه، انه بدا يشتكي من ستارت اب بين اول ما يبتدي يمشي مع الانيشيشن اوف ذا امبيوليشن، اول ما بيقوم من على الكرسي يبقى في بين ويكون البين ده بقى جديد بعد ما كان بين فري بقى عنده بين. الثاي بين مع الستيم لوزنج معناه انه بيتحرك جوه المظله، الجروين بين مع الاستابلون، كل السيمتومز ديت بتقول لك ان في هاي انسيدنس ان الامبلانت ده لوس براير تو ذا انجري، يبقى ده بنسميه الان هابي هيب، ان العيان ده مش مبسوط في الفتره الاخيره من البروسيسز لحد ما وقع وانكسر. الهاي كواليتي اي بي وراديو دي مطلوبه مهمه جدا علشان ده اللي هيقول لنا اللوكيشن بتاع الفراكشر، هل الفراكشر ده الجريتر تروكانتر ويست يبقى تايب اي، هل ده بعيد عن عن الزون فيكسيشن بتاع البروسيسز يبقى تايب سي او دي، ولا اراوند يبقى تايب بي. والباترن اوف بون كواليتي مهمه جدا لان هيقول لي البروكسيمال فراجمنت تحت الفيمر دي هينفع اعمل لها تاني ان انا اعمل ريكرييشن للتيوب اوف ذا فيمر، ولا هستغنى واركب تيومر بروسيسز لو البروكسيمال فيمر كلها بقت ديفيشنت، وده اللي بيفرق لي ما بين تايب
بي 2 وبي 3، هل في اي فيمورال ستيم لوزنينج ولا ما فيش، هل في كونتينوس ريديوسنسي ولا لا، وتكومبير الاكس راي مع البريفيوس ريديوجرافز. يعني لو انت عندك اي اشعاعات او العيان ده عنده اشعاعات قبل موضوع الفراكشر ده، ده مهم جدا. هتشوف اذا كان بيحصل اي كومبوننت ديستال مايجريشن ولا لا، حصل سبسايدنس ولا لا، حصل فيروس تلت للستيم ولا لا، يعني اي تشينج في الالاينمنت بتاع الستيم اكتر من 2 ملي، او حصل له ان هو سبسايدنس اكتر من 3 ملي، او كومبوننت ديستال مايجريشن. كل الحاجات دي مهمة، هتقول ان الستيم ده لوس ولا مش لوس، اللي هو هيحدد الديسيجن ميكنج بتاعي. يعني احنا لما نشوف العيان ده، لو احنا شايفين الفراكشر ده، انا عن نفسي اقول ان غالبا الستيم ده ويل فيكسد، وانا مش شايف ريديو ليسنسي حوالين الستيم، وده مجرد فراكشر اراوند ده تايب بي، وهعتبره بي 1 وهخش احط سيركلاج وزاوت. بس لما العيان يجيب لك الاشعه بتاعته اللي هي من سنه، وتلاقي ان في سبسايدنس حصل، والاوفست بتاع الهيب ده قل، وحصل ان الفيمر كلها بقت داخله على البلفز والمسافه بينهم، قال معناها ان بيحصل سبسايدنس، يبقى موست بروبابلي الستيم ده لوس من قبل الفراكشر، والفراكشر حصل علشان اللوس ستيم. يبقى ده فيري كريتيكال لو انا عندي كومبيرنج الاكس راي مع البريفيوس اكس راي. الانترا اوبراتيف تيستينج، زي ما احنا قلنا البري اوبراتيف اكس راي سنسيتيفيتي بتاعتها قليله جدا ان انا احكم اذا كان العيان ده لوس ولا مش لوس. وبالتالي الاندايركت تيستينج، احنا طبعا اول ما بنفتح، احنا بنفتح على الفراكشر سايت مش بنفتح على الهيب، يعني الفراكشر مثلا على الديستال بارت اوف ذا ستيم، فنبتدي نشوف احنا هنعمل ريدكشن ولا لا. فانت بتكسبوز الجزء بتاع الفراكشر والاكسبوز الجزء بتاع الديستال ستيم، وتشوف اذا كان في اي تورشنال موفمنت ما بين الستيم وبين الفيمر، يعني بتمسك الفيمر وبتمسك جزء من الستيم وتشوف في اي موفمنت ما بينهم ولا لا، بتعمل عليهم تراكشن اذا كان في اي تلسكوبينج موفمنت ما بين الستيم وما بين الجزء بتاع الفيمر، يبقى لونجيتودينال تراكشن لو في اي روتيشنال موفمنت ما بين الستيم وما بين الفيمر. اذا ما كانش كده، يبقى انا ممكن اضطر ان انا افتح على الهيب، افتح على الهيب واعمل تيست للستابيليتي كمان فروم سوبيريور، اذا كان في اشوف بقى الزون اوف فيكسيشن في البروكسيمال بارت اوف ذا ستيم. يبقى الاوبتيمال ديسيجن ميكنج بتاعي ان انا بعمل ديتيلد بري فراكشر فانكشن اسسمنت، العيان ده كان ليه اي شكوى قبل الفراكشر ولا مفيش، بعد كده الفراكشر لوكيشن، الامبلانت ديزاين، الامبلانت ستابيليتي، ومهم جدا جدا حكايه الامبلانت ديزاين، السيرجن اكسبيرينس. يعني ما ينفعش، سوري انا ما اعرفش السلايدز بتتحرك لوحدها، السيرجن اكسبيرينس اللي هنا دي نقطه مهمه، ان ما ينفعش ان واحد مثلا مش بتاع ارثروبلاستي يخش على انه فراكشر عادي وهيخش يثبت، لان احنا بنقول ان لازم يكون الريفيجن سيستم معاك في معظم حالات البي، ان انت ممكن تبقى محتاج ريفيجن، يبقى حد عارف بيعمل ريفيجن توتال هيب كويس علشان القرار ممكن يتغير انترا اوبراتيف. الامبلانت ديزاين دي مهمه جدا 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 جدا. لما نقارن ما بين الاثنين دول هنلاقي ان الستيم اللي هنا مختلف عن الستيم هنا تماما. ايه الاختلاف؟ ان الستيم ده اسمه ميتافيزيال فيتنج ستيم، يعني بيعتمد في الثبات بتاعه على الجزء الميتافيزيال ولا يعتمد على اي ديافيزيال فيكسيشن، والعكس ده هو تيبرنج ومش عامل فيتنج في الجزء بتاع الديافيس، وبالتالي كل الفيكسيشن زون بتاع المفصل ده ميتافيزيال. لما ينكسر جزء كبير من البوستروميديال اللي حوالين الستيم، يبقى ده باي ديفينيشن ات از لوس ستيم، حتى لو انت شايفه انه ما تغيرش الانكلينيشن او السبسايدنس او اي حاجه. لما وانس ان جالك العيان بحيث ان الفراكشر واخد جزء من الفيكسيشن زون اوف ذس امبلانت ديزاين، يبقى باي ديفينيشن ات از لوس ستيم. انما لما نشوف ستيم زي ده بيعتمد في الفيكسيشن بتاعه، ده ديافيزيال فيكسيشن ويدج شيب نازل في قلب ديافيسز ماسك كويس بنفس الفراكشر، ده موست بروبابلي ات از ستيبل ستيم ويل فيكس. طبعا لازم هنعمل له تيستينج انترا اوبراتيف، انما ده هقول عليه ان موست بروبابلي ات از ا ويل فيكس ستيم، لانه ديافيزيال وجزء منه ميتافيزيال، انما بيعتمد على الديافيزيال فيكسيشن، هنا بيعتمد على الميتافيزيال فيكسيشن. فوانس ان انا لوست الفيكسيشن زون اوف ذس بارتيكولر
design of this implant ده معناه by definition it is a loose stem ولازم ان انا revise مش مجرد ان انا اخش هروح عامل سيركلاج وماسك عليه بالعكس هنا هيحصل failure rate عالي جدا في هذه الحالة هنا ده 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 كان ده metaphyseal fitting هنلاقي الجزء بتاع الفيكسيشن بتاع الميتافيسيس very well fixed لان الفراكشر ما كانش مأثر على الفيكسيشن زون of this implant design وكله بدأ من الديستال بارت of the processes وكمل كاسبيرال حوالين التب يبقى ده سهل جدا ان احنا نعمله فيكسيشن ومصر probably ده الستم ده very well fixed وطبعا برضو عملنا له assessment intraoperative والتشينج اللي حصل كمان دايما بيفضلوا حاجة اسمها التوتال فيمر فيكسيشن ان انت مش معناه انك بتثبت الفيمر كلها مصوب اللي انت بتعمل جزء وجزء تحت البليت من الشورت فيكسيشن يبقى لونجر بليت اند ليس سكروز يبقى تستخدم هنا اجزاء من الكيبلز مع البليت وتستخدم مسامير تحت طول ما انت عامل سبانينج طويل كده يبقى انت بتوزع الاستريسز بتاع البليت ما تحاولش تستخدم دايما شورت بليتس لانها هتبقى عرضه للفيلير اكتر بكتير من اللونجر بليت حاول دايما تستخدم لونجر بليت اند فيور سكروز زي فكره الميني انفيسيف ودي نفس اللوس اوف بوم فيكسيشن زي ما احنا قلنا ممكن يكون واضح جدا يعني اللي هنا في الصوره اللي في النص ده احنا لا يمكن هنختلف عليها ان احنا وي لوست كل الفيكسيشن زون بتاع الامبلانت انما لما يكون عندنا ده ميتافيزيال وده تيبرنج تحت وفقدنا الفيكسيشن اللي حوالين الميتافيزيال فيكسيشن يبقى ده لوس اوف ذا فيكسيشن زون ستابيليتي وكمان في كان في ريدوسنس حوالين الستم نفسه هنا الفيكسيشن زون ده بتاع السيمنتد هنلاقينا ان احنا كمان فقدنا السيمنت بروسيسز انترفيس يعني الفراكشر دخل على السيمنت بروسيسز انترفيس وبالتالي عمل انترابشن لل fixation zone of this processes اللي هو cement processes interface يبقى الالجوريزم دايما لتايب بي فراكشر اللي هو اهم نوع موجود عندنا ان لو انا ويل فيكسد ستيم هنثبت باوستيوسنسز لو بلو سيستم يبقى ريفيجن ارثروبلاستي ولو معايا بور بون فيكسيشن يبقى انا هعمل بروكسيمال فيمورال فيكسيشن لو انا عندي بور بون في البروكسيمال وده الالجوريزم اللي هو بتاع التايب بي فراكشر نفس الكلام لو ستيبل يبقى تايب بي 1 يبقى ده فيكسيشن ويز اوستيوسنسز ويز ويزاوت استرات جرافت لو لو سيستم لو هو جود بون ستوك يبقى انا هعمل لونج ستيم ريفيجن واعمل ريكريشن للبروكسيمال فيمر وممكن اعمل تثبيت كمان معاها لو بوربون ستوك في الدر بيشن بروكسيمال فيمر ريبليسمنت او بلونج ستيم مع بون جرافت نفس هنا تايب بي 1 ممكن يبقى نراجع تاني في تايب بي 1 ممكن الامور تبقى واضحه جدا زي العيانه دي بالظبط دي العيانه دي كانت دي دي اتش او كوكسافارا وكانت مركبه بليت وشلنا البليت واتحط لها بروكسيمالي فيتد امبلانت ولكن عند مكان واحد من المسامير القديمه بتاعه البليت وعند التب بالظبط وده اللي برضو مبينه قوي قصه الفيكسيشن زون بتاع الامبلانت هنلاقي ان هو ميلي ميتافيزيه هو لا يعتمد في الثبات على اي جزء من الدايفيسز لان بالنسبه هو رفيع جدا بالنسبه للمظله انما هو واخد الفيتنج كله ميتافيزيه وهنلاقي الفيكسيشن زون بتاعه كويس جدا وبالتالي والكسر هنا حوالين التب يبقى ستيل هو تايب بي وطالما ان انا معايا ويل فيكسد يبقى تايب بي 1 وده الحل بتاعه انك تركب له بليتنج سكرو هنا اللي احنا نقارن ما بين دول بقى الاثنين دول ستيبل في السيمنتد هنلاقي ان ده شايفين ادي الفراكشر داخل على الفيكسيشن زون بتاع السيمنتد بقى يعني فاكك السيمنت من البروسيسز وكمان هو في لاين اوف كليفج ما بين السيمنت ميديال وما بين البروسيسز ميديال انما هنا الفراكشر على جزء من الجريتر تروكانتر والبروكسيمال فيمر ده خلاص يبقى ده تايب 1 لانه مش جريتر تروكانتر اونلي بس كل السيمنت مانتل بالجزء الديستال بتاع السيمنتيشن انتكت ده انا اقدر اعتبره ان هو ده ستيبل فيكسيشن زون لان موست اوف ذا سيمنت مانتل ار ستيبل وما حصلش اي تشينج حوالين الفيكسيشن هنا نفس الحكايه ده العيان ده كان عامل كده بعد كده حصل له فراكشن بس حصل تغيير في الانكلينيشن بتاع البروسيسز وبالسي تي لقينا ان الفراكشر ده لافف حوالين الستيم برضه في البروكسيمالي فيتنج او الميتافيزيال فيتنج بروسيسز هنا نفس الحكايه
بوستروميديال فراجمنت كبيره واخده حوالين الميتافيزيال فيتنج، يبقى انا موست بروبابلي ده هعمل له ريفيجن هنا بادئ من الجريتر تروكانتر ولف حوالين الستام في جزء ميتافيزيال فيتنج، يبقى غالبا برضه هحتاج له ريفيجن. الداوتفول كيز زي الحاله اللي احنا عرضناها، ان انا ممكن ابقى شاكك ان العيان ده ويل فيكسد والفراكشر مش واضح، من ضمن الحاجات ان انا اعمل هاي كواليتي سي تي يوريني، وان انا اقارن زي ما قلنا دكتور وائل بيه، هو الصوت بيقطع شويه، بيقطع حاليا. حضرتك سامعني كده كويس؟ ترايل بي، ايوه الصوت بيقطع شويه عن ساعتك. طيب احنا سامعين يا دكتور دكتور محمد، احنا سامعين كويس. طب اوكي يا فندم. طيب اتفضل. تمام، لان زي ما احنا قلنا ان انت لو انت تعاملت مع طيب بي 2 اللي هو لوس ستيم ويز فيكسيشن ببليت وكيبلز اونلي، الفيلير تو ابريشيت الامبلانت ستابيليتي ده معناها انك بتبلان فور ا فيلد انترنال فيكسيشن، هتنتهي بالحال ده لان الستيم لوس وبيتحرك جوه المظله، وبالتالي اي فيكسيشن هتفقده، وهاير ريت اوف فيلير مع الاوسي سنسز حوالي البروسيسز اللي انت اعتبرته ان هو ويل فيكسد. يبقى البيتر هنا لو انت قارنت ان العيان ده لو اتعمل له ريفيجن، يعني هو مش نفس الحاله طبعا فتعمل لها الحلين، لو نفس الحالة دي وعندك فراكشر، يبقى البيست ان انت تعمل له ريفيجن، ده هيديك البيتر فيكسيشن والبيتر ريزلتس، لان كمان المورتاليتي ريت مع الاوسيوسنسز يعني ده حاجة بارادوكسال خالص، يعني انت احنا دايما نتخيل لا انا هخش لان انا مش عايز ازود الموربيليتي والمورتاليتي بالنسبة للعيان، انا هعمل ماينور بروسيدور فيكسيشن بدل ما اعمل لها ريفيجن. الحقيقة في الريزلتس بتاعتهم لقوا ان الهاير مورتاليتي بتاعت الاوسيوسنسز اعلى من الريفيجن، ودي كانت حاجة غريبة ان الريفيجن 10-12%، وده مش بسبب غير الانريكونايزد بي 2 فراكشر، ان انت مش ريكونايزنج ان العيان ده لو سيستم وانت عملت له اوسيوسنسز، فالفيلير والمورتاليتي هتبقى اعلى، لان مع الريفيجن انت بتسمح بالعيان بالاميديت ويت بيرنج، بتمبروف الاميديلايزيشن الموبيلايزيشن، وبتمنع الديكونديشننج، وبتقلل الموربيديتي والمورتاليتي. يبقى ده انت تدي ادفانتج للعيان، لان انت مع الفيكسيشن طبعا هتستنى ان الفراكشر ده يلحم، وانت خايف ما انتش واخد الاستابيليتي بتاعت اللونج ستيم، وبالتالي تقلل العيان، وخصوصا بقى لو كمان مشكله ان هو على لو سيستم كمان البليد ده هيفيل ويحصل امبلانت فيلير. طبعا الجزء الثاني اللي هو اللي احنا مش هنركز عليه اللي هو تايب سي وتايب دي، انت خلاص بتتعامل معاه كانه فراكشر عادي، وبتطبق عليه البرنسبلز اوف ذا تروما عادي، لانه ما عندكش مشكله فيه قوي، لانه اواي من الزون اوف فيكسيشن بتاع البروسيسز سواء ميتافيزيال فيتنج او ده زي ده بافيزيال فيتنج، فانت سي تحتيه بفتره والدي اللي هو ما بين اتنين بروسيسز، يبقى ده الفيكسيشن بتاعهم سهل. ودايما بنقول نركز اكتر على السبانينج اوف ذا هول فيمر باي لونج بليت اند فيور سكرو. نقطه مهمه تانية قوي الرول اوف انفكشن، تاني الدكتور ايمن لما قال لك ان معظم الحالات بره والموست كومن كوز اوف ريفيجن از اسيبتيك لوزنينج، نحط علامه كده كوش مارك عندنا في مصر ان احنا بنعتبر اي اسيبتيك لوزنينج هو سيبتيك انتل بروف ذا اذروايز. المشكله الثانيه بقى خاصه بالبيري بروستاتيك فراكشر، ان احنا عينينا كلها مركزه على الفراكشر وبننسى. انا دايما لما بيبقى عندي بيري بروستاتيك فراكشر اقول لكل اللي معايا لو سمحتوا يا جماعه ما ننساش ناخد كلشر وعينات، لان احنا لا يمكن نستبعد وجود انفكشن، وخصوصا مع اللوس امبلانت. اللوس امبلانت ده ممكن يكون سيبتك لوس وانت عينك على الفراكشر ونسيت خالص الدياجنوزيس بتاع السيبتك لوزنينج اللي حصل للستيم، يبقى دايما بتبقى اندر استيميتد في البريزنس اوف فراكشر. عندك مشكله تانية ان مع التروما ديت انت عندك فولس بوزيتيف ريزلت، ان الاي اس ار عالي والسي ار بي عالي، وبالتالي انت مش قادر تعرف هو ده انفكشن انفكشن. فاحسن حاجه ان انا اخش واخد من انتر اوبريتيف كلتشر، وخصوصا اخد مثلا من التيشوز اللي حوالين الستيم ومن ديفرنت ارياس. تاني حاجه الاندر استيميشن، بتنسى الاستابلم، يعني انت دلوقتي داخل وعندك بيري بروستاتيك حوالين الفيمر، تنسى انك تتست او تبص كويس على الاستابلم، لازم تشوف برضو نفس الحكايه اذا كان في ريديوليسنت لاينز، اذا كان لان عملوا استادي على 900 بيري بروستاتيك فراكشن، لقوا 62% من الاستابلر كاب وير فاوند تو بي لوس، يبقى انت لازم ناخد بالنا من موضوع الاستابل ده الاذر تشنج. دي حاله بقى اللي هي بي 3،
يعني ده حد كان بيعمل بايبولر للعين وغالبا حصل بلو اوت لكل البروكسيمال فيمر وعمل سيمنتيشن مع كل الفراكشر بتاعت البروكسيمال فيمر مانجد بايبولر هيما ارثروبلاستي. فطبعا كل الاستريسز اتنقلت عند التيب اوف ده لان ما فيش اي نوع من انواع الفيكسيشن ما بين الجزء اللي فوق واللي تحت، كل ده اساسا فراجمنتس في البون مكسره، وبالتالي هو انكسرت في السرير العينه دي بيريبروستاتيك فراكشر ان بيد بعد شهر تقريبا من العمليه. لما دخلنا لقينا كل المنظر اللي انتم شايفينه ده عباره عن اسمنت كله حوالين فراكشر اوف ذا بروكسيمال فيمر، بروكسيمال فيمر كلاس مات وكله ملفوف بسيركلاج، وقعدنا نشيل الاسمنت اللي بره الفيمر وفكينا السيركلاج لقينا كل العظم ده مفكوك زي ما انتم شايفين كلها فراجمنتس من البون سايبه وممسوكه بالسيركلاج، وده البايبولر بعد ما خلعناه. فده عندنا ديفيشنت فيمر تماما. وبعد كده عملنا بلونج ستيم، طبعا احنا عندنا حلين هنا اللونج ستيم او التيومر بروسيسز لو افيلابل بالنسبه لك، ودي كانت حاله وكانت الميزه ان هي كونت زي نيو بون فورميشنز حواليه وزادت الحكايه كمان بعد شويه بوست اوبرت. انما انذر اوبشن ان احنا ممكن نعمل التيومر بروسيسز ده، يعني لو كان عندي الاوبشن بتاع التيومر بروسيسز كنت اركب لها تيومر بروسيس سيمنتد وخصوصا السن الكبير. انما برضو ده اللونج ستيم كان بيها طالما ان انت داخل بريس فيت في الجزء الدايفيزيال وداخل حاجه اسمها سكراتش فيت. نرجع تاني للثلاث صور. فاحنا زي ما قلنا ان ده دايفيزيال فيتنج، فده معناها ان ده ستيبل امبلانت. البوستروميديال فراجمنت اقدر اعمل لها انترنال فيكسيشن، هنا انا عندي السيمنت مانتل كله انتكت ومفيش اي، ممكن اعمل كونزرفاتيف تريتمنت على الريسر تروكانتر واقدر اعتبرها ان هي دي اي فراكشر. هنا الميتافيزيال فيتنج اللي هو ماسك بس في الميتافيسز، يبقى البوستروميديال فراجمنت ديت لوس ودي تاثر على الاستابيليتي بتاعت الفراكشر لانها مأثره على زون فيكسيشن، يبقى دي باي ديفينيشن اتز لوس ستيم، يبقى ده محتاج ريفيجن. يبقى ده محتاج ريفيجن نمبر سي. نمبر بي ممكن ما تعملش اي حاجه وهتهيل، وفي اقصى الظروف لو العين ان سيفير بين ممكن سيركلاج واير فقط، هنا محتاج فيكسيشن باي سيركلاج اور سيركلاج بليت، هنا غالبا ممكن اثنين سيركلاج فقط لا غير. يبقى التيك هوم مسج لازم ناخد بالنا ان 70% من البيري بروستاتيك فراكشرز اسوشيتد بلو سيستم. اي مس كلاسيفيكيشن السؤال اللي لازم تجاوب عليه هو انت لو سيستم ولا فيكسد سيستم، لان لو انت عملت مس كلاسيفيكيشن للبيري بروستاتيك فراكشر ده اسوشيتد بهاي موربيديتي اند مورتاليتي. البروبر ديسيجن ميكنج بيعتمد على الاسسمنت بتاعه الفانكشن بتاع العيان من قبل الفراكشر، الميتيكلوس ستادي بتاع الفراكشر باترن، الامبلانت فيكسيشن زون، الديزاين بتاع الامبلانت اللي راكب ايه، ده هيديك كلو اذا كان هو عنده لوزنينج ولا مفيش، البروبر انترا اوبريتيف اسسمنت والامبلانت ستابيليتي. تلت حالات البري بروستاتيك فراكشر فقط اللي هي 30% ممكن تتعالج بانترنال فيكسيشن. الريفيجن سيستم والفيكسيشن امبلانت لازم يكون افيلابل معاك في كل حالات البي تايب فراكشر، لان سهل جدا انك تغير الديسيجن ميكنج اثناء العمليه. شكرا جزيلا. Thank you so much, Professor Wael Samir, for this marvelous talk. حضرتك يعني انت حضرتك خليت البيري بروستاتيك فراكشر فيري ايزي في المانجمنت بالتوك الجميل ده يا فندم. شكرا جزيلا دكتور وائل بي. We are waiting for questions. دكتور ايمن بي حضرتك معانا؟ انا مع حضرتك. دكتور وائل بي حضرتك معانا؟ طبعا انا احب اشكر الدكتور وائل على المحاضره الجميله دي. يا ترى سمعنا دكتور وائل؟ دكتور وائل حضرتك سمعنا؟ انا مش سامعه بس. طب شوف هو دكتور وائل ميوت. ان ميوت يا دكتور وائل. الو دكتور وائل. طيب انا هسال السؤال، ما اعرفش هو سامعني ولا لا. لا أنا... هو مش سامع. انا هتصل بيه يا فندم لان هو ميوتد. هو بيقول ان هو سامع. دكتور وائل. طيب انا هسال السؤال وهشوف بقى دكتور وائل هيسمعه ولا لا. انا يعني واضح دكتور وائل ان احنا في البيري بروستاتيك فراكشرز الليفل اوف ذا فراكشر اي بي سي او ال stability of the processes دول ال two main factors. فعاوز اعرف
الايدج هل له اي افكت ولا لا؟ تاني حاجه عاوز اعرف بردك السرفايفل بتاع الامبلانتس او الاندكس اوبريشن يعني البرايمري ارثروبلاستي لو اتعمل من شهور هل زي من سنين يعني بروسيسز حصل بيريبروستاتيك فراكشر والهيب ده معمول من 20 سنه مختلف عن اللي معمول من حوالي 3 4 شهور في المانجمنت ولا لا؟ انا مش سامع والله يا دكتور وائل. انت سامعني بس انا مش سامعك. هو انا شايف ان انت ان ميوت يعني محتاج تعمل ان ميوتنج يا دكتور وائل. كده اوكي بيه سامعني؟ كده تمام الله ينور. طيب هو السؤال الاولاني اللي هو حضرتك اللي هو لو المفصل ايرلي ولا ليت؟ بالظبط كده. ايرلي ولا ليت ده بيعتمد احنا سيمنتد ولا سيمنتلس، لان احنا لو سيمنتلس يبقى انا لسه مستني الاوستيو انتجريشن، ما بقدرش اعتمد على الاستابيليتي فيه وبتعامل معاه كانه انتر اوبريتيف فراكشر. تمام. وهم معظمهم انتر اوبريتيف فعلا فراكشر. هيبقى معظمهم حتى اللي هو دايما حضرتك زي ما انت اكيد اللي هو بيبقى عند التيب فيه كراك والكراك ده بوست اوبريتيف بيكمل بالظبط. فده هعتبره باي ديفينيشن ان هو لو سيمنتلس ده له سيستم لان هو لسه مش اوستيو انتجريتد في البون. تمام. وبالتالي الهدف الاساسي ان هو كتروفايز بلونج ستيم، انما لو سيمنتد ده فيكسيشن زوم من داي 1 هو فيكسد unless ان الفيكسيشن ده فك السيمنت بون انترفيس نفسه او عند السيمنت بروسيس انترفيس. تاني حاجه الايدج يفرق معايا طبعا كتير على حسب زي ما انا قلت، خصوصا في تايب بي 3. تايب بي 3 اللي هو لو انا عندي ديفيشنت بروكسيمال انا هحاول دايما في اليونج بيشنت ان انا اعمل لونج ستيم سيمنتلس، انما لو انا عندي الدر بيشنت لا من الاول تيومر بروسيس موست بروبابلي يعني. طيب دكتور وائل بس سؤال يعني علشان برضك كلنا نستفيد دلوقتي. most of the periprosthetic fractures happens intraoperative. اوكي. يعني ده يعني ف when you do a primary hip replacement do you always prepare long stem on shelf just in case؟ لا لا عادة لا طبعا. انه الحالات ان حضرتك you usually prepare long stem on shelf just in case. كل الحالات اللي هي فيها anatomy complex يعني complex anatomy of the proximal femur، حد كان مركب implant قبل كده مثلا زي حالات البليتنج والكلام ده كله زي دي، مع ان دي مشت كويس بس كسرت فيما بعد وكانت young patient فانا ما حبيتش اركب لها revision system. اي برضو حالات مثلا زي حالات مثلا السي دي اتش، ساعات ان انا بحضر لهم فاجنر علشان لو احتجت ان انا اعمل اوستيوتومي، فما ينفعش ان انت تركب لهم حاجه ميتافيزيال فيتنج، ما انت اوريدي عملت اوستيوتومي عند الميتافيزيس واحنا بنبقى محضرين مفصل عادي بميتافيزيال فيتنج. لا انت ممكن تحضر لها فاجنر بس بستم رفيع او اوف ريفيجن سيستم علشان انت هنا محتاج الديافيزيال فيتنج. شكرا يا دكتور وائل. وطبعا تاكيد على كلام حضرتك حالات بردك الكونفرجن فروم هيمي تو توتال. طبعا توتال. تمام يا بيرا يخليك دكتور وائل ودكتور ايمن بي. مي اي هاف سام ليدنج كويستشنز بليز، لان انا مستني كويستشنز من الاودينس. فاستاذن حضراتكم اول حاجه بالنسبه للريفيجن، احنا لو حبينا نعمل ريفيجن للوز ستيم بنعمله بلونج ستيم. تمام. ايوه هنعمل ريفيجن للوز ستيم هنعمله بلونج ستيم. يعني هو على حسب البون ديفيشنسي. تمام. If it is mild you might just need to increase the size without increasing the length. تمام. يعني بس most of the cases you have to have a long stem
موجود عندك. طيب how long يا دكتور عين؟ يعني الكالكليشن بتاعي، لان الشركه بتقول لي انا عندي ستيم طوله كذا وطوله كذا وطوله كذا، الواي اوف كالكليشن للونج ستيم هاو لونج؟ يعني هو بيسموه رول اوف ثامب. ايوه، ان انت يو هاف تو باس ذا بوند ديفكت باي دبل ذا دايامتر اوف ذا اوف ذا اوف ذا ديستال بارت. سو اف يو هاف لايك مثلا الديفكت عند 14 سنتي مثلا، انت يو نيد تو باس دبل الكورتيكال دايامتر اوف ذا بون. بس مبدئيا اف يو ار جاست ان داوت يو نيد تو باس اباوت 10 سنتيمترز فروم ذا ديفكت. تمام. طيب ذا سكند كويستشن حضرتك، زي ما استاذ دكتور وائل قال ان انا I have to check الاستابلم، يعني انا لو عندي peri-prosthetic fracture في الفيمر I have to check الاستابلم also. احيانا زي ما حضراتكم عارفين ان بيبقى عندي loose acetabulum symptomless without any symptoms. مش لازم يكون loose ولكن في radiolucent lines سواء في zone 1 او 2 او 3 و it's fixed، يعني في osteolysis حواليه ولكن this is stable. فهل انا ممكن في الحاله دي اعمل له ريفيجن كنوع من البروفيلاكتيك ريفيجن برضو، ولا استنى عليه شويه وممكن كمان مثلا سنه او سنتين احتاج اعمل له ريفيجن؟ في راي حضرتك؟ هو حاجتين، هو العيان ده كان قبل الفراكشر اللي احنا قلنا عليها happy about his hip ولا unhappy؟ يعني لا happy. كان عنده اكسراي، حضرتك ممكن تلاقي فيه حاجات ريديوليشن لاين ده ما بيتغيرش وهو ثابت مثلا بقاله سنتين ثلاثه، يبقى خلاص يبقى ممكن ما نغيرش خالص. وتاني حاجه الديوريشن سنس البرايمري، زي ما دكتور ايمن سنس البرايمري سيرجري، يعني انا لو العيان ده بيري بروستاتيك فراكشر مثلا وعامل بقاله مثلا 13 14 سنه، هو غالبا خلاص هيبقى داخل كلوزنج قريب، عشان ما ادخلوش في عمليه، وخصوصا هو لو يانج بيشنت ولا حاجه، ممكن افكر في الريفيجن بتاع انها ايرلي بعد 3 4 سنين وعلى اكس رايز ونفس المنظر بتاع الريديوليسنسي ومفيش كومبلين قبل عليا كل ديسيجن ميكنج كرايتيريا، يبقى ده مش هعمل له تشينج للاستاب. حضرتك دو بريفير دكتور وائل طبعا، يعني كلام الدكتور وائل ده هو الرول بتاعنا، بس لو الاستابلر كومبوننت we have serial x-rays and it shows there is stability fix fracture in the stem, I would just put a plate and fix it. But if my plan is to bypass the stem, the primary surgery was 12 years. I would prefer to replace that. Would you prefer to remove the flesh after complete healing? لا. يعني احنا كان في study على subtrochanteric fractures وان effective circulation، هي هتبقى نفس الحكايه لو انا عندي مثلا مركب انترومدلري نيل زي البروكسيمال فيمورال نيل وعندي ميديال فراجمنت، فبيقول لك هات بورتو مساس فيلير بعد كده وبسيركلاش، فلو انه سيركلاش لما بيأثر وبيأد فاليو الهيلينج، مش يعني مش هدخل العين عشان اشيل سيركلاش بس. دكتور ايمن بي، دكتور البي، في one of the question from our audience دكتور سليمان يونس regarding periprosthetic fracture, what's your physiotherapy plan؟ physiotherapy plan هو على حسب، يعني زي ما انا قلت الموربيديتي والمورتاليتي طلعت انها اعلى في حالات الفيكسيشن وخصوصا في يمكن elder patient، علشان انت بتقلل الويت بيرنج، بتاخر الويت بيرنج شويه لحد ما يحصل كلس، وانما في الريفيجن سيستم خلاص وانت معتمد ان انترا اوبريتيف السيم سيمنتلس او سيمنتد في فيري الدري بيشنت بتيومر بروسيسز، يبقى ده ماشي بدري، فهو على حسب برضو اللي انت عامله. اللي انا قلتها برضو في النص اللي هو السبانينج اوف ذا فيمر ذا هول، فيعملوه علشان
تيست والحقيقه عملوا تيست ان العيان ده يبقى ايرلي وممكن العيان يمشي ايرلي بيري، بس طبعا فيري كوشس. تاني حاجه جربوا طبعا اللي هو الاوكسونال بليت، ان انت تحط بليت مثلا لاترال وبليت انتيريور، ان انت يبقى عندك تو بيربنديكولار بليت موجودين place. فدول بيدوا ستابيليتي دبل بليت ستابيليتي انتيروبسيل، بس ده عيبه طبعا ان انت بتاثر على البيولوجي اكتر بتاع السوفت تيشو. يمكن لو انت حريص وركبت الاثنين ممكن يدولك ستابيليتي والعيان يبتدي يمشي عليه برضو يسمح لك بالايرلي ويت بيرنج شويه. هو مفيش كويستشنز تاني قدامي يا فندم، فاحنا يعني بنشكر حضراتكم على الليله الممتعه واليوم الممتع.